بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تحية طيبة. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الدارات المتكاملة Integrated Circuit، سنتحدث الآن عن نموذج آخر غير النموذج الذي طرقناه سابقا، نموذج نطاقات الطاقة أو يعني Energy Band Model. طبعا في النموذج السابق وقف النموذج السابق عاجزا عن تفسير بعض الحالات، وهو نموذج البوندينج، نموذج الترابط. هنا عندي نموذج، هنا ذاك كان ذاك ذلك النموذج أقرب ما يكون إلى التفسير الجسيمي. هنا عندي بما أن الإلكترون كما تحدثنا يتصرف كموجة في ميكانيك الكم، هنا يكون عندي أقرب إلى النموذج الموجي. إذن هو يستخدم نموذج نطاق الطاقة الباند موديل أو مخطط الشريط يوصل سلوك الإلكترونات والفجوات القوة المطبقة على الخلية خارجيا، مثل الضوء والحرارة والجهد. الجهد والحرارة، يعني الجهد هو الذي يولد الحرارة، مثل الضوء والجهد أنا دعني أحصرهما. لذلك فإن تعلم تفسيرها ورسمها أو تعلم تفسير ورسم نموذج نطاقات الطاقة أمر أساسي في الدارات المتكاملة. نهتم هنا بالأشياء المجهرية، إذن أجسام الصغيرة متناهية الصغر مثل مجموعات الإلكترونات وأفعالها، الإلكترونات أقصى الفجوات. لذلك يتعين علينا استخدام خيالنا البحت هنا. إذن هنا أنا عندي أستخدم خيالي لأنه نموذج. أنا في كثير من الأحيان بصفتي مهندس ومدرس أحزن جدا على عندما أجد يعني عقول ذكية جدا في عالمنا العربي، لكني لا أدري لماذا هذا الإصرار الدوم على التعلم على أو على فرض بأن العلوم هي دائما حقائق مطلقة وليست نماذج. نماذج توضع لتسهيل العلم ولتسهيل التعامل مع الأفكار. يعني أنا كثير ألاحظ مثلا سؤال ماذا أو ماذا تخبرنا نظرية الانفجار العظيم؟ نظرية مبنية على نموذج، يعني لا يوجد حقائق علمية. ما سمعنا أن ناسا مثلا التوسط هي فقط محاكاة، تحاول أن تحاكي معادلات أينشتاين. لا أريد أن أشتت الطلاب، لكن هنا هذا نموذج وضع لتفسير أشياء معينة. دعونا نرى الآن كيف استخدم في شريط الحالات المسموح بها في أشباه موصلات المعروفة باسم نطاقات الطاقة. شريط الحالات هو الباند موديل، يطلق على شريطين من الحالات المسموح بها نطاق التوصيل كوندكشن باند ونطاق التكافؤ الفالنس باند. يرسم بينهما بفجوة نسميها فجوة النطاق. طبعا حتى نفهم هنا، لاحظ هنا نموذج بور في تفسير ذرة الهيدروجين. انتقال الإلكترون من مدار إلى آخر، يعني فإنه يعني طبعا هنا نفرض بداية، أنا تحدثت عنها كثيرا لن أطيل الحديث عنها. نفرض بداية بأنه بأن الطاقة تنتقل على شكل منفصل discrete amount of energy من المدار إلى المدار الذي يليه، يعني لا تمشي بخط مستقيم، تنتقل من هنا إلى هنا. وعند انتقالها من المدار الرابع إلى المدار الثالث أو المدار الثاني فإنها تتخلى عن جزء من طاقتها على شكل شعاع. طبعا هذا الشعاع طبعا هو ضوء، معروف بأن طاقته هي E تساوي H. E تساوي H ميو بهذه الصورة، ثابت بلانك والتردد. طبعا هنا لو أردنا نحن أيضا أن يعني أن نتوسع أيضا هنا حتى يفهم الطالب الفكرة، H C over lambda، لو حللناها بهذا H C over lambda. إذن نلاحظ أن مقدار الطاقة يتناسب بشكل عكسي مع الطول الموجي وبشكل طردي مع التردد في هذه الحالة. إذن هذا عندما يعرف بالكوندكشن باند، هذا فقط للتذكير.
الطالب الذي يهتم في طرح هذه الفكرة لاحظ الموجة التي تصب باللون الأخضر، هذا هو الضوء يصدر. ومهم جدا أن عندي، لأننا تحدثنا أنه غالبا ما تعمل في ضوء أو مصدر حرارة. لاحظ أن مدارس الجزيئية المضادة للترابط حسب هذه هي فكرة طبعا البونديجان أند بونلين. هنا نفرض الحالات الموجودة فيها. هنا عند الإنسوليتر في العوازل تكون فجوة النطاق كبيرة، لهذا يصعب جدا الانتقال من الفالنس باند إلى الكوندكشن باند، من نطاق التعادل إلى نطاق التوصيل. في السيمي كوندكتورز يكون الباند جاب أو نطاق الطاقة صغيرا بعض الشيء. لصغر هذا بعض الشيء قد نستطيع عند نقاط معينة أن نعمل على جلب الإلكترون من هذا النطاق إلى هذا النطاق في السيمي كوندكتورز في أشباه الموصلات. في الكوندكتورز الموصلات لا وجود لفجوة نطاق البتة، تنتقل مباشرة الإلكترونات من الفالنس باند إلى الكوندكشن باند من نطاق من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل مباشرة. إذا أنا هنا عندي المدارس زي المضاد، هو عندي يفرض يعني حتى أوضح الفكرة قدر الإمكان، كلما اقتربت يعني الذرات فيما بينها أكثر، فإنه سيحصل في واحدة منهما أن تأخذ الإلكترونات والأخرى لا تأخذ. هذه هي الفكرة. إذا ستعمل زيادة طاقة جزيئية متشكلة من مقارنة مع طاقة الذرتين المنفصلتين. إذا بهذا الشكل يصبح عندي بهذا تزاد الطاقة بهذا الشكل عبر المدارات الخارجية في السيمي كوندكتور. المدار الجزيئي المضاد للترابط حسب نظرية الترابط الكيميائي عبارة عن نوع من المدارات الجزيئية التي إن امتلأت بالإلكترونات ستضعف الرابطة الكيميائية بين الذرتين المعنيتين، وستعمل إذا ضعفت الرابطة هنا الكيميائية وستعمل على زيادة طاقة الجزيء المتشكل، هذا تزيد طاقته هنا، هذا تخرج الطاقة أو تصعد هنا الطاقة تهبط نحو الأسفل بالمقارنة. هذا يعني هذه فكرة مهمة جدا في البوندينج والأنتي بوندينج. طبعا أنا هنا عندي لاحظ ينتقل مباشرة كما قلنا على شكل مباشرة من هنا إلى هنا. طبعا في اختبار بسيط لحساب قيمة طاقة فجوة النطاق باند جاب انرجي، أسهل عملية هي عملية تسليط ضوء، عملية تسليط ضوء على أعتذر ضوء اتش ميو اتش ميو. هذا الضوء سيعمل على، طبعا من منكم يتذكر فوتوإلكتريك إفكت أو تأثير الكهروضوي على بعث الإلكترونات بهذا الاتجاه. هذه الإلكترونات لو التقطنا هذه الإلكترونات من خلال المجسات نستطيع مباشرة حساب قيمة الباند جاب انرجي أو فجوة أو طاقة فجوة النطاق لهذه الحالة. وهذه تعد أسهل طريقة لحساب باستخدام الضوء. استخدمنا الضوء يكون عندي أن الانرجي باند جاب ايزي ومسهلة جدا في حسابها. طبعا هنا عندي عند درجات حرارة مختلفة، هنا عندي ومنوعات، هنا عندي الجرمانيوم عند 300 كلفن هو 66 إلكترون فولت، عند 400 كلفن لاحظ 62% إلكترون فولت، عند 500 كلفن هو 58% إلكترون فولت، عند 600 هو عبارة عن 54% إلكترون فولت. إذا لو لاحظت معي عزيزي الطالب، هو كل 100 كلفن يتناقص بمقدار 4% إلكترون فولت. لاحظ السيليكون أشهرهم، كل 100 تقريبا يتناقص مقدار 3، لاحظ 1.12. إذا درجة حرارة الغرفة العادية هي 300 كلفن، غالبا ما نعتبرها نحن أنها 300 كلفن. إذا هو غالبا هو طاقته بهذا الشكل. أعتذر جدا عن قيمة هذه، يعني 1.12% إلكترون فولت، 1.7% إلكترون فولت عند 400، 1.6% إلكترون فولت، 1.3% إلكترون فولت. جاليوم أرسنايد تحدثت عنه في الفيديو السابق، 1.42، 1.38، 1.33، 1.28 مادة مهجنة هنا.
في الجانيوم، أرسنايد. إذا تعلمنا في هذا الفيديو أهمية وجود نموذج نطاقات الطاقة أو Energy Band Model، تعلمنا ماذا نقصد بالكوندكشن باند، بالفالنس باند، وبالباند جاب، وقلنا غالبا ما نستخدم الضوء في حسابنا أنه أسهلها. تحدثنا هنا عن البوندينج والأنتي بوندينج، قلنا أنه كلما تقلصت مالت إلى إعطاء الجسيم المنتج الطاقة الأكبر، وخفت قيمة البوندينج أو هنا الالتصاق في جزيئات أعلى بهذه الصورة قلنا عنها. وأيضا تحدثنا هنا عن أشهر أنواع أشباه الموصلات عند كل 100 كيلفن كيف تعمل، تحدثنا عن أهمها برأيي هو السيليكون وبرأي كل العلماء الإسرائيلي لوحدي، والسيليكون غالبا هذه هي قيمته في درجة حرارة الغرفة الثابتة 300 كيلفن 1.12% إلكترون فولت. إذا أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخلوا بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.